السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل ريفيجن سريعة على محاضرة الكاردياك ماسل بروبرتيز بارت 1. هتبقى مراجعة سريعة، مجرد ريكاب، وفي نفس الوقت هيكون تأكيد على بعض النقاط المهمة اللي الدكتور ركزت عليها في المحاضرة. تمام، احنا عرفنا ان الكاردياك ماسل عندها اربع بروبرتيز. شرحنا في بارت 1 3 بروبرتيز، منهم الاكسايتابيليتي، الاوتورازمستي، والكوندكتيفيتي. وعرفنا ان الاكسايتابيليتي دي هي الابيليتي بتاعه الكاردياك ماسل ان هي تستجيب لي ادكوات ستيمولس، واكدنا ان ادكوات ستيمولس ده ان لازم الستيمولس اللي عندي يكون محقق تو تارجتس. اول تارجت هو السترينث، ان هو يكون واصل للثريشولد، تمام، وان هو يكون محقق التايم المناسب، يعني ما يجيش مثلا ستيمولس معين مهما كانت قوته ويأثر على القلب في مرحله مثلا الابسوليوت ريفراكتوري بيريد وانتظر ان القلب يستجيب. لا طبعا القلب مش هيستجيب لان هو مش محقق شرط التايم. المفروض الستيمولس ده يكون جاي في وقت القلب قادر عادي يستجيب لاي ستيمولس. تمام، وفهمنا ان الالكتريكال اكتيفيتي بتكون ان فورم اوف اكشن بوتنشال، ودي بتحصل الاول، يعني انا بيحصل عندي الاكشن بوتنشال الاول وبعد كده بيحصل عندي الميكانيكال اكتيفيتي ان فورم اوف كونتراكشن، هي الكونتراكشن والريلاكسيشن العادي جدا. وده كان شكل الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال اوف كاردياك ماسل. كان بيتكون من 4 فيزز. اول فيز الريستنج، بعد كده رابيد ديبولاريزيشن. وعرفنا هو ليه رابيد يا دكاتره، عشان الاين اللي دخل هنا وعمل الديبولاريزيشن هو الصوديوم اين، تمام، والصوديوم اين بيتميز بسرعته العاليه جدا في الدخول. تمام، بعد كده عندنا رابيد سمول فيز، دي جزء من التراي فيزك، او هي فيز من التراي فيزك بروبرتي اللي محطوط او اللي موجوده مع الريبولاريزيشن، لان الريبولاريزيشن احنا هنا بنتكلم فيه 3 فيزز. اول فيز اللي هي الرابيد سمول، تاني فيز البلاتو، وتالت فيز الريبولاريزيشن هي الرابيد لارج العاديه خالص. تمام، وعرفنا ان البلاتو ده اكتر حاجه بتميز الكاردياك ماسل اكشن بوتنشال عن مثلا السكيلتال ماسل، عن كمان الاكشن بوتنشال اللي بيحصل في الاوتوماتيك سيلز. تمام. طيب، وجينا عند الاكشن بوتنشال وشفنا الفيزز بتاعتها او بتاعته، ولقينا ان الاكشن بوتنشال اوف اوردينري كاردياك ماسل فايبرز اللي هي الاتريوم والفنتريكل وكده بيتميز ان هو رابيد ريسبونس اكشن بوتنشال. وعرفنا ليه، عرفنا انه الصوديوم اللي بيدخل هو اللي خلاه يتقال عليه كلمه رابيد، لان دخول الصوديوم بيكون سريع. تمام، وعرفنا برضو ان الريستنج ميمبرين بوتنشال دي بتبقى فيز 1 في ترتيب الحدوث كده، ودي الفيز دي بيكون فيها ان البوتاشيوم ديفرنس بين الانر والاوتر سيرفيسز بيكون بره بوزيتيف تشارج وجوه نيجاتيف تشارج. ولكن يا دكاتره زي ما اكدت عليكم، مش معنى ان جوه نيجاتيف تشارج يعني ان لازم يكون في عندي اينز وذ نيجاتيف تشارج، لا مش شرط، هي ممكن يبقى جوه اصلا بوتاسيوم مثلا هو خلاص عنده هو بوزيتيف تشارج، وبره صوديوم والصوديوم برده عنده بوزيتيف تشارج. وبالرغم من ده انا بقول ان جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. طب ليه؟ قلت عشان الاينز اللي ليها شحنه موجبه جوه السيل ميمبرين بتكون اقل بكتير من الاينز اللي ليها نفس الشحنه الموجبه بس بره، فبالتالي الخاصيه الموجبه عندي جوه السيل اقل بكتير من الخاصيه الموجبه بره السيل، فكاني بقول ان الخاصيه السالبه جوه السل اعلى من الخاصية السالبية بره السل، فبالتالي قلت ان inside the cell is a negatively charged. تمام يا دكاترة؟ وعرفنا ان في resting membrane potential الـ potential difference بيكون ثابت عند minus 90. لو تفتكروا كده كنا شفنا في الـ automatic cell action potential ان resting membrane potential ما كانش ثابت، ده كان بيتحرك من minus 55 كده لـ minus 60، وكنا شفنا الـ instability دي وفايدتها وهنعرف قدام. تمام، لكن هو هنا بيتميز ان هو ثابت عادي جدا عند الـ value دي. طيب، وعرفنا ايه هي اسباب الاكشن بوتنشال، او تحديدا التوازن اللي بيحصل فيه الريستنج ميمبرين بوتنشال، وكان في سببين، ان بيحصل عندي حاجه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي اوف ذا كاردياك ماسل فايبر ميمبرين، يعني الميمبرين بتاعي بيكون مور بيرميابل تو البوتاسيوم اينز ان هو دايما يطلعها من السيل
لأوتسايد السل، وده بيكون تابع لحاجة اسمها concentration gradient. وعرفنا ان concentration gradient هنا المقصود بيها ان concentration بتاع البوتاسيوم inside the cell بيكون اعلى بكتير من concentration بتاع البوتاسيوم outside the cell، فبالتالي البوتاسيوم بيتحرك من جوه السل لبرا. تمام، نكمل يا دكاترة. وتاني سبب عندنا هو الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي عرفنا ان هي بتميل ان هي تطلع عندي outside the cell 3 sodium ions وتدخل لي 2 بوتاسيوم ions، وده عكس حركة سير البوتاسيوم الطبيعية يا دكاترة. احنا عارفين ان البوتاسيوم بيحب ان هو يطلع برا السل عشان concentration gradient، ولكن هنا بعد تأثير البامب دي بنلاقي ان البامب دي بتجبر البوتاسيوم ان هو يدخل لي جوه. تمام، وجينا عند الديبولاريزيشن فيز وعرفنا ان هي فيز سريعة بسبب دخول الصوديوم آينز. تمام، طيب، وعرفنا حاجة تانية ان بيحصل هنا عندي سودن اب ستروك في الممبرين بوتنشال. فرق الجهد يا دكاترة بتاع الممبرين بيحصل له سودن اب ستروك، يعني بيعلى مرة واحدة. هو كان ماينس 90 فجأة بقى بوزيتيف 20، فالطلعة اللي طلعها دي احنا بنسميها عندنا الماجنيتيود. الماجنيتيود هنا لقيناه 110، من ماينس 90 لبوزيتيف 20 ماثيماتيكلي كده يا دكاتره هنلاقيها 110. تمام، تمام. وعرفنا هو بسبب ايه، زي ما قلنا الرابيد صوديوم انفلكس. اوكي، وجينا عند تاني او تالت بقى فيز، هي الريبولاريزيشن فيز. الريبولاريزيشن فيز يا دكاتره بتكون سلو شويه، ودي حته مهمه يعني الدكتور اكدت عليها، هي بتكون سلو. وكمان هي تراي فيزك. يعني ايه تراي فيزك؟ يعني بتتكون من 3 فيزز، عندي الرابيد سمول فيز، البلاتو فيز، والرابيد لارج فيز. تمام، وعرفنا ان الرابيد سمول فيز دي بتكون بسبب 3 حاجات. اول حاجة انا وقفت دخول الصوديوم اللي كان داخل، وشبهناها بالمثال بتاع ان انا لو ماشي على طريق سريع بالعربية بتاعتي وفجأة انا عايز ارجع الف لورا، يا هلف مثلا ارجع بظهري او الف العربية نفسها وارجع. فاول حاجة هعملها بالمنطق كده ان انا هوقف العربية، وبعد كده بقى اخد الاكشن بتاعي ان انا ارجع الف اعمل اللي انا عاوزه. فهنا احنا هنقفل اول حاجة الصوديوم، عشان مش هينفع نعمل اي حاجة من غير ما نقفل الصوديوم الاول، نقفل الصوديوم بامب. وبعد كده بقى انا هشوف ايه هو الطبيعي بتاعي. الطبيعي بتاعي ان الصوديوم كان البوتاسيوم كان بيخرج outside the cell، وانا كنت ايه، انا كنت حبسه ما كنتش بخرجه. فهبدأ اعمل ايه بقى، هبدأ اعمل starting للبوتاسيوم outflow. تمام، اوكي. وحاجة تانية كده ان انا بعمل inflow للكلورايد ions. نيجي عند بلاتو فيز، ودي فيز مهمه جدا عشان هي الوحيده اللي موجوده عند او الكاردياك ماسل، في الاوردينري كاردياك ماسل تحديدا، هم دول الوحيدين اللي عندهم بلاتو. اوكي، تمام. وكمان هي مهمه عشان مدتها من مده الكونتراكشن اصلا، يعني البلاتو دي مميزانا ان هي بتدينا الكونتراكشن بسبب ايه، بسبب الكالسيوم اينز اللي بتدخل فيها، وهنعرف وهنفهم دلوقتي. تمام، عرفنا ان هي بتفضل ثابته، تحديدا بقى الممبرين بوتنشال يعني بيفضل ثابت عند قيمه زيرو. اوكي، وده بيكون بسبب بالانس. البالانس ده بين تو ثينجز، اول حاجه هي الانكريزنج افلكس اوف البوتاسيوم. البوتاسيوم خلاص هيبدا يدخل بقى، او هيبدا بقى اسف يطلع بالمنطق بتاعه الطبيعي والريت بتاعه الطبيعي. تمام، من خلال التشانلز بتاعته. وهنلاقي بالانس تاني ان انا عندي مادة تانية بتدخل، او اين تاني بيدخل، الا وهو الكالسيوم. والكالسيوم عندي لما بيدخل هو اللي بيتسبب عندي اصلا في الكونتراكشن. طيب هو بيدخل منين؟ بيدخل بشكل بطيء شوية من ال L type chains. تمام، وده احنا برضو بنسميها يا L type اللي هي long lasting يعني، او بنسميها برضو slow لان حركته بطيئة زي ما احنا عارفين. طيب الكالسيوم اللي بيدخل عندي ده بيكون لي اسمه الديبولارايزنج كالسيوم. الديبولارايزنج كالسيوم ده بيدخل بكمية معينة ويخش عندي عند الساركوبلازميك ريتيكولوم اللي موجودة جوه السل، ويخبط عليها ويقول لها طلعي لي الكالسيوم اللي عندك جوه. فبتبدأ تطلع له حاجة اسمها اكتيفيتور كالسيوم. هو برضو كالسيوم عادي، بس احنا سميناه اكتيفيتور لان هو خلاص بيبدأ بقى يأكتف العملية اللي انا فيها دلوقتي. تمام، يبدأ هو اللي يأكتف الكونتراكشن. فبالتالي انا عندي 2 types of calcium موجودين هنا في الفيز دي، depolarizing calcium دكاترة والactivator calcium. الفرق بينهم depolarizing هو اللي بيدخل من outside the cell to inside the cell ويطلع من sarcoplasmic الكالسيوم اللي هو الactivator calcium، بينما الactivator calcium ده جاي من inside the cell عادي، مش extra serial ولا حاجة، لا ده هو جوه السل بس يدوبك مستني حد يجي يخبط عليه ويقول له يلا روح باشر عملك، احنا ورانا contraction. تمام،
نيجي عند اخر فيز في التراي فيزك فيزز بتاعه الريبولاريزيشن فيز هي الرابيد لارج فيز. تمام دي بتفضل موجوده لغايه ما نوصل للريستنج ميمبرين بوتنشال. تمام ودي خلاص مينلي بقى بتكون بسبب الانكريزنج انفلوكس ان ذا بوتاسيوم انفلوكس خارج السل. تمام خلاص هو بيرجع بقى للطبيعي بتاعه وقفلنا كمان الكالسيوم شانلز دي ما بقيناش عايزينها ورجعنا للطبيعي بتاعنا خلاص. هنا تجميعة سريعة كده لمسار الآينز خلال الفيزز بتاعة الأكشن بوتنشيل. عندي في الفيز نمبر 0 اللي هي الرابد دي بولاريزيشن دي حصلت أصلا عشان الأوبنينج بتاع الفاست صوديوم تشانلز فدخلت لي الصوديوم داخل السل. الفيز اللي بعدها على طول اللي هي فيز 1 دي السمول اند فاست ريبولاريزيشن دي حصلت عشان احنا قفلنا الصوديوم تشانلز وزودنا شويه خروج البوتاسيوم اللي كان واقف اصلا ودخلنا كمان حبه كلورايد. اوكي نيجي بعدها على البلاتو. البلاتو ده مميز جدا يا دكاتره زي ما احنا عارفين. اللي بيحصل فيه ان احنا بندخل عندنا الكالسيوم تشانلز من خلال بندخل الكالسيوم اينز من خلال الكالسيوم تشانلز اللي اسمها التايب كالسيوم تشانلز. وكمان الكالسيوم ده لما بيزيد بيبدا بقى يزود لي الكونتراكشن بيعمل لي هو الكونتراكشن كمان بيدخل لي او بيطلع لي الاكتيفيتور كالسيوم وبرده بيحصل لي بالانس مع البوتاسيوم افلوكس زي ما احنا فهمنا. اخر فيز خالص عندي في ترتيب الحدوث هي اللارج رابيد فيز الريبولاريزيشن فيز تحديدا فيز نمبر 3 ودي بتكون بسبب الماركت انكريزنج ان كالسيوم ان بوتاسيوم افلوكس. خلاص البوتاسيوم هيرجع يطلع بقى بالطريقه الطبيعيه بتاعته. تمام وعرفنا الريليشن بين الميكانيكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. الميكانيكال ريسبونس يا دكاتره هو الكونتراكشن والريلاكسيشن العادي والاكشن بوتنشال ده اللي هو اللي احنا فهمناه من شويه بقى البلاتو والريبولاريزيشن والديبولاريزيشن والحاجات الجميله دي. تمام بيقول لك ان الميكانيكال كونتراكشن ده بيبدا افتر الديبولاريزيشن على طول بمجرد ما هبدا خلاص اهو الديبولاريزيشن ببدا معاك الايه الكونتراكشن ده وهو بيستمر لمده مره ونص اكتر من الايه اكتر من الاكشن بوتنشال. يعني هو مدته مش من الاكشن بوتنشال تحديدا لا هو بيبدا اوكي معاه او بعديه يعني بخطوات بسيطه تحديدا بعد الديبولاريزيشن ولكن هو بيستمر بعديه او قده بياخد قد وقته مره ونص كده. تمام بيقول لك ان الكونتراكشن ده بيوصل للماكسيمم كاباسيتي بتاعته باي ذا اند اوف بلاتو. اول ما بخلص كده بلاتو انا بكون وصلت عند الماكسيمم كونتراكشن فورس بتاعتي. تمام بيقول لك بقى الريلاكسيشن ده بيبدا مع بدء الايه اللارج رابيد ريبولاريزيشن فيز. الكلام ده مهم يا دكاتره عشان دكتور اكدت عليه. اخر حاجه بيقول لك ايه ان الريبولاريزيشن ده بيبقى كومبليتد خلاص اكتمل باي ذا اند اوف ذا فيرست هاف اوف دايستول. بيخلص عندي الريبولاريزيشن بنهايه الفيرست هاف النص الاول من الدايستول. اوكي وده الجراف اللي بيوضح لك كده بشكل سريع ايه هي العلاقة المباشرة بين الاكشن بوتنشال والميكانيكال كونتراكشن. حتى هو موضح لك اهو انا مثلا بدأت الديبولاريزيشن عندي او اسف بدأت الكونتراكشن عندي يعني بعد على طول كده بداية الايه الديبولاريزيشن ومثلا وصلت لي الماكسيمم كاباسيتي من الكونتراكشن باي ذا اند اوف ايه بلاتو. فده جراف بسيط بيوضح الكلام النظري اللي احنا قلناه هنا. نيجي بقى نشوف البيريودز اللي بتكون موجوده خلال الاكشن بوتنشال. عندي 3 بيريودز. اول حاجه الابسولوت ريفراكتوري بيريود، تاني حاجه الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، واخيرا السوبر نورمال فيز اوف اكسايتابيلتي. تعالوا نشوف كل واحده تاني نعمل لها ريكاب سريع كده. اول حاجه الابسولوت ريكفري ريفراكتوري بيريود دي بتكون متميزه ان هي الاكسايتابيلتي فيها بيكون زيرو معدمه مفيش خالص اكسايتابيلتي. فبالتالي مهما كان الستيمولس اللي واقع عليا ده انا مستحيل استجيب له مهما كان بقى هو قوي هو ضعيف هو محقق ثريشولد ولا لا انا ماليش دعوه بيه انا الاكسايتابيلتي بتاعتي كومبليتلي لوست. تمام وشبهتها بايه شبهتها بالانسان العصبي. الشخص العصبي ده لما يكون عصبي جدا 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 عكس لما يكون هو انسان طبيعي بيتعصب زي كل الناس لو انت عصبته فعلا او هو انسان بارد تماما. تمام شبهناها ايه بالثري فيزز دي شبهنا الاكسايتابيلتي بالثري فيزز دي من انواع الناس. يعني
هنا بقى هو اوريدي هو مفيش خالص انسان يعتبر، هو مفيش اكسايتابيلتي اصلا. كنت بقول مثلا الانسان البارد ده انا ممكن ايه اقعد ازود الاستيمولس ده وازود قوته عشان اقدر ايه يعني احفزه. العصبي ده مثلا انا مش محتاج ايه ازود حاجه، ده هو اقل من ثري شولد كمان وعلى طول هلاقيه اتحفز. هنا بقى الاكسايتابيلتي اصلا مش موجوده يعتبر، انت مهما عملت قدامه مهما جبت له قوه خرافيه للاستيمولس هو مستحيل يستجيب معاك. تمام. بيقول لك بقى ان دي الفتره الطويله دي هي طويله بس ايه نسبيا يا دكاتره، طويله بالنسبه للعمليات اللي بتحصل، لكن مش طويله اللي هي مثلا ساعه، لا لا لا، هي طويله يعني according to للطول الطبيعي اللي بنتكلم فيه او اللينث الطبيعي اللي بنتكلم فيه، يعني حاجات كده ملي سكندز وسكندز وحاجات بسيطه. تمام. عرفنا كمان ان الديبولاريزيشن فيز دي او الاسف الابسوليوت ريفراكتيف بيريود دي بتكون ايه بالتوازي كده مع الديبولاريزيشن وبتنتهي باي اند اوف بلاتو. ويعني بالتعريف البسيط كده خالص هو عايز يقول لك ان هي during the systole of cardiac muscle، هي مستمره during or along the systole of the cardiac muscle. تمام. فبيقول لك اخيرا اهو ان during the systole انا مستحيل استجيب لاي stimulus خالص، لذلك بقدر اقول عن نفسي ان انا cannot be tetanized. اوكي. بيقول لك هنا tetanization ده حاجة خطيرة جدا وما ينفعش انها تحصل، لان هي بتخلي الهارت يفقد القدرة بتاعته as a pump. as a pump دي اللي هي يعني ايه، عرفنا دكاترة as a pump دي اللي هو انا لازم اخد وقت ان انا اكون فيه relaxed عشان اقدر filling with blood، يعني املى بالدم، وبعدها يحصل بقى ايه الاجكشن البلد ده، يحصل الكونتراكشن. اوكي. فانا لو فقدت القدره دي ان انا ما عنديش وقت ان انا كونتراكت او ما عنديش وقت ان انا اريلاكس، خلاص انا كده ما بقتش بامب، انا كده كهارت مسل انا كده ايه هموت. اوكي. طيب وندخل على تاني بقى بيريود اللي هي الريليتيف ريفراكتوري بيريود، ودي قلنا فيها ايه ان الاكسايتابيلتي هي بارشلي ريكفرد. يعني ايه بارشلي ريكفرد؟ هي رجعت بس انا عشان بقى اخليك تاثر عليا او استجيب لك، يعني انا رجعت لك بس بشكل بسيط، فانت لازم تكون قوي جدا جدا عشان ان انا ايه ابدا استجيب. ففي البيريود دي ما اقدرش اقول ان الاكسايتابيلتي كومبليتلي لوست زي الابسوليوت ريفراكتوري بيريد، وبرده ما اقدرش اقول ان هي كانت طبيعي. يعني ما ينفعش ان انا اديها مثلا ستيمولس بي 3 شولد واقول لها استجيبي، ما هي مش هتستجيب، لا هي محتاجه حد يكون اعلى منه شويه. زي بالظبط الشخصيه بقى البارده، نرجع للثلاث تصنيفات، هي دي الشخصيه البارده، هي هتستجيب بس انت لازم تنفذها جدا، تعمل كارثه سوداء قدامها بحيث ان هي تقدر ايه تستجيب وتتعصب. فهنا تستجيب وتتعصب دي يعني ايه بقى؟ ان انت تكون stronger than، انت كستيمولاي تكون stronger than the stimuli العادي اللي هو الثري شولد العادية، تكون اعلى منها بحبة محترمين عشان اقدر ان انا استجيب لك. اوكي. وبيقول لك دي هي بتبقى ايه along the large rapid repolarization phase. تمام. يعني بتحتل ال first half of diastole. الكلام ده مهم يا دكاترة. نيجي عند اخر بقى بيريود هي السوبر نورمال فيز اوف اكسايتابيلتي. دي فيز خطيره شويه. ليه بقى؟ بيقول لك ايه ان البيريود دي بتكون ديورينج ايه ان which the excitability of the cardiac muscle is increased. يعني انا مش كنت بارد او مثلا طبيعي، لا لا لا، انا بقيت عصبي جدا جدا جدا، فانت اي حاجه هتعملها لو بس كده عديت من قدامي انا ممكن اتعصب عليك. فهي هنا بقى بالظبط كده، هي سوبر نورمال، هي اعلى من الطبيعي. اي ستيمولس يا دكاتره مهما كانت قوته ايه، بصوا ضعيف جدا جدا، هيقدر ان هو يعمل لها ستيموليشن وهتستجيب له. فدي حاجه خطيره. اوكي. بيقول لك هنا بقى ايه، بيقول لك a weak stimulus than three shold can excite the cardiac muscle وبسهوله جدا. تمام. هنا هي بتبقى ماشيه بالتوازي كده مع الايه السكند هاف اوف دايستول، تحديدا افتر ذا اند اوف اكشن بوتنشال، المرحله اللي هو خلاص الاكشن بوتنشال لسه خلصان كده، بيحصل ايه السوبر نورمال فيز دي. اهو يا دكاتره ده كده كيرف او جراف طبيعي بيوضح لك ايه البيريودز اللي اتكلمنا عنها. نيجي بقى عند الخاصيه اللي بعدها الاوترايزماستي. والاوترايزماستي دي عرفنا منها ان هي قدره الهارت بنفسه كده منه فيه ان هو يانيشيت النبضه.
تمام، يعمل سيلف اكسايتيشن، هو بي اكسايد هير سيلف، ما حدش من بره هيجي يعمل له ايه، يعمل له نبضه معينه، لا لا لا، انا من نفسي كده هانشيت النبضه بتاعتي، وعلى اساسها ابدا بقى اعمل الاكشن بوتنشال والكونتراكشن، انا قائم بذاتي، تمام. فقلنا ايه بقى؟ قلنا ان هو مايوجينيك، يعني الامبلس دي بتطلع من الهارت نفسه، هو مش نيوروجينيك يا دكاتره، يعني انا مش مستني نيورون او نيرف معين يجي يديني هو الكهرباء الخارجيه دي مثلا، او مثلا النبضه او ايا كان، هو مش هينيشيت عندي حاجه، انا بانيشيت اني ثينج و ايفريثينج، تمام. بيقول لك اهو نورمالي it is initiated by a the pacemaker، انا مش محتاج حد من بره يعمل لي حاجه، انا معايا البيس ميكر بتاعتي، الاس اي نود بتاعتي هي دي اللي بتعمل لي كل حاجه، تمام. نيجي بقى نشوف الاكشن بوتنشال اوف اوتوماتيك سيلز، ايه هم الاوتوماتيك سيلز دول اصلا، اللي هم ايه، الاس اي نود والاي في نود والبركنجي فايبرز، تمام، دول ليهم اكشن بوتنشال لوحدهم كده، بتكون فيهم الريستنج ميمبرين بوتنشال زي ما قلنا من نيجاتيف 55 لنيجاتيف 60، ما بتكونش ثابته، بيكون فيها نوع من انواع الانستابيليتي كده، والانستابيليتي دي ولو اننا ممكن حد يشوفها حاجه مش كويسه، ولكن هي في الهارت هنا لا، هي حاجه كويسه، لان هي بتخلي عندي حاجه اسمها سبونتينوس ديبولاريزيشن، تمام تمام. حتى هو بيقول لك هنا هو البيس ميكر تيشو ده متميز بحته الانستابيليتي ميمبرين بوتنشال دي، فبالتالي بيحصل عندي سبونتينوس ايه ديبولاريزيشن، اوكي. ولما هو بقى يوصل للفايرنج ليفل الاكشن، مش الاكشن بوتنشال، الميمبرين بوتنشال ده يوصل لمرحله اسمها الفايرنج ليفل، اللي هي ايه بوينت معينه كده من الميمبرين بوتنشال، بمجرد ما هوصل لها هيبدا عندي خلاص الاكشن بوتنشال ينطلق، وسميت بالفايرنج ليفل عشان كلمه فايرنج دي جايه من ضرب النار، هنوصل لمرحله بمجرد ما ادوس كده على الايه المسدس هتبدا الطلقات تطلع من غير اي تحكم، انا مش هقدر اوقفها، هي هتبدا تطلع ورا نفسها كده، فبالظبط ده اللي بيحصل. وهنا بقى عايزين نقول ان هنا نو بلاتو، هاز نو بلاتو، برغم ان هو في القلب، بس الاوتوماتيك سيلز ملهاش بلاتو، اوكي. هي ليها 3 فيزز على عكس برضو الاوردينري كاردياك ماسل، عندنا الريستنج ميمبرين، الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن. الريستنج ميمبرين بوتنشال زي ما اتكلمنا عليها من شويه، هي فيها انستابيليتي، لان هو بيكون من نيجاتيف 55 لنيجاتيف 60، وعرفنا بيتحصل ازاي، كمان عرفنا ان الانستابيليتي دي هي بقى اللي بتشو الستيت اوف سلو سبونتينوس ديبولاريزيشن، هي المسؤوله عن السبونتينوس ديبولاريزيشن، يعني هي على طول زي ما نقول ايه اكتيفيتد كده، هي كل شويه بتعمل من نفسها ديبولاريزيشن، مش محتاجه حد يقول لها يلا اعملي، هي مستمره في عمل الديبولاريزيشن، اوكي. وعرفنا ان الفايرنج ليفل ده هو الماينس 40، لما بيوصله بيبدا بقى البروباجيتد اكشن بوتنشال، بيبدا الاكشن بوتنشال مع نفسه ينطلق، اوكي اوكي. بيبقى ماشي بالتوازي كده مع بيريد اوف دايستول سو ات كولد دايستوليك ديبولاريزيشن، تمام. طب ايه اسبابه؟ عرفنا بقى سريعا كده ان هو بيكون بسبب جراديوال، اول حاجه جراديوال ديكريز ذا فير بيرميابيليتي بتاعه الايه السيل ميمبرين ده تجاه البوتاسيوم اينز، البيرميابيليتي دي قلت، فبالتالي هيحصل ديكريز في الافلوكس بتاع الايه البوتاسيوم، فهيحصل ايه هنا بقى؟ هيحصل بعدها على طول اوبننج للصوديوم تشانلز، فلما هتفتح هيدخل لي ايه حاجه اسمها فاني كيرنت، يعني ايه فاني كيرنت ده؟ يعني هيدخل عندي صوديوم انفلكس وفي نفس الوقت معاه شويه بوتاسيوم. طب انا ايه اللي خلاني اقول عليه فاني؟ ليه خلاني اقول عليه مضحك؟ العلماء شافوا ان البوتاسيوم والصوديوم عكس بعض في كل حاجه جوه الكاردياك ماسل، ففكره كده ان هما الاثنين يتفقوا على حاجه مره واحده ويخشوا السيل ميمبرين، فدي حاجه بالنسبه للعلماء قال عليها ايه فاني كيرنت، فانت خليك عارف التسميه دي، تمام تمام. ونيجي بقى هنا اخيرا هلاقي ايه في الليت بارت ان حصل انفلوكس للكالسيوم، فدخل الكالسيوم من حاجه هنا بقى مختلفه، تشانل مختلفه ليه اسمها التي تايب، تمام. عرفوا الفرق يا دكاتره، التي تايب هنا بتحصل في الاوتوماتيك سيلز، ولكن اللونج لاستنج اور ال تايب دي بتحصل في الايه اوردينري كاردياك ماسل العاديه خالص، تمام.
طيب ايه اهميه الانستابيليتي دي؟ قلنا اهو ان هو ايه بتتسبب في الاودرايزماسيتي بتاعه الهارت، فبالتالي ability of the heart to beat regularly independent of nerves. يعني خلاص انا مش محتاج النيرف هي اللي تيجي تقول لي يلا اعمل يلا انيشيشن والكلام ده كله، لا لا لا، انا مع نفسي كده انا عندي اوتورايزماسيتي. وعرفنا اصلا يعني ايه كلمه اوتو، اوتو دي اللي هو by myself، انا هعمل كده by myself. ورايزماسيتي بشكل منتظم ومنظم، منظم مش هعمل حاجه بنفسي او عشان اعملها لوحدي محدش مساعدني فيها انها تطلع ايه غير منظمه، لا، القلب عنده القدره ان هو يطلعها بنفسه بدون اي مساعدات خارجيه وفي نفس الوقت على اعلى مستوى. اوكي، بيقول لك بقى ان الريت بتاع السلوب ده اللي مش احنا فيه انستابيلتي هنا يا دكاتره، حتى نشوفها في المنظر الكيرف قدام، في كان هنا في كيرف اهو، دي انستابيلتي هي المفروض الريستنج ممبرين ايه احنا متعودين عليها تبقى كده لما شفناها، لا احنا لقيناها هي واخده كيرف كده، تمام؟ فالكيرف ده ليه سلوب، اكيد اي كيرف ليه سلوب، فالسلوب ده هو اللي بيحدد عندي الهارت ريت، تمام؟ فهو بيبقى ايه دايركتلي بروبورشنال كده، لو حصل انكريزنج في الريت اوف سلوب هيحصل انكريزنج في الهارت ريت. نيجي عند الديبولاريزيشن فيز بقى، دي بتكون الابستروك بتاعها سلو، تمام؟ ومفهوم قوي ليه، عشان حتى هو اسمه action potential of automatic cells، تحديدا slow response action potential. ليه؟ لان الاين اللي داخل هو الكالسيوم، والكالسيوم الدكاترة خلاص اتفقنا كده ان هو ايه، ان هو بطيء slow. اوكي، وبيكون ليها small magnitude مجرد 10 بس ملي فولت، على عكس يا دكاترة الاورجانيك كارديك مسل كان 110 لو تفتكروا. اوكي، بيقول لك ده بيحصل اصلا بسبب الديبولاريزيشن فيز هنا، بيحصل بسبب الكالسيوم انفلكس. لو قارنا كده هنلاقي انه حصل هناك في الاورداني كارديك مسل بسبب ايه، بسبب الصوديوم انفلكس. طب هنا حصل بسبب ايه في الاوتوماتيك؟ حصل بسبب الكالسيوم انفلكس. اوكي، والفايرنج ليفل هنا بيكون ماينس 40، مهم ده. اخيرا الريبولاريزيشن فيز دي بتكون مونوفيزك، على عكس في الاورداني كارديك مسل كان تراي فيزك، لا هي هنا مونو، ما عندهاش بلاتو دايركت كده على طول. كمان هي بتحصل بسبب افلكس للبوتاسيوم، خلاص خرج البوتاسيوم تاني بقى، تمام. بيقولك ان البوتاسيوم تشانلز دي ريمين اوبن فور ا لونجر تايم، بتفضل مفتوحه شويه لوقت اطول من المعتاد، فده بيتسبب عندي في افلكس لمور اند مور صوديوم او اسف بوتاسيوم اينز، فده بيتسبب عندي في ايه، حاجه اسمها الهايبر بولاريزيشن. يعني ايه؟ يعني دي حاله كده من المور نيجاتيفيتي، حصل مور نيجاتيفيتي عندي، انا عماله اخرج بوتاسيوم اينز، عماله اخرج بوتاسيوم اينز، فده بيأدي عندي الايه، ان البوزيتيف جوه السله عمال يقل وهو اصلا مش ناقص، فلما هيقل زياده عن المعتاد يحصل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن. تمام. طيب ايه فايده الهايبر بولاريزيشن دي؟ فايدتها بالرغم ان هي حاجه بالنسبه لكم تبان مش محببه، وبالرغم كمان ان هي اصلا بتحصل في شورت تايم، هي بسيطه جدا جدا جدا، ولكن دي مهمه قوي عشان هي بتاكتف البيس ميكر وتروح تقول لها يلا بسرعه احنا عايزين نفضل ايه شغالين يلا. فهو الهارت بيعمل الميكانيزم ده عشان لما تلاقي البيس ميكر ان السيل بتاعتي وصلت لهايبر بولاريزيشن، ومعنى كلمه هايبر بولاريزيشن يعني اكثر من مستوى الراحه، ده هي ارتاحت زياده عن اللزوم، فاللي هو لا يا انسه يلا احنا عايزين نشتغل بسرعه يلا، فبيحصل العمليه دي كنوع من انواع الايه السيلف اكتيفيشن كده، تمام. وده زي ما قلنا هنا، انا عندي اهو السلوب ده كل ما اتغير كل ما غير معايا الهارت ريت. اوكي، فهو مثلا قالك في نمبر بي او الليتر بي كده، السيمباثاتيك ده لما بيزود لي الهارت ريت بنلاقي ان عندي سلوب، بصوا عامل ازاي. طيب مثلا الباراسيمباثاتيك اللي بيقلل لي الهارت ريت، نيجي نشوف السلوب بتاعه، لا السلوب بتاعه اهو، ففي لا في اختلاف في السلوب، في اختلاف في السلوب بتاع الريستنج ممبرين بوتنشال ادى في اختلاف عندي للكاردياك ايه هارت ريت. طيب نيجي عند اخر بقى بروبرتي معانا النهارده في بارت 1، هي الكوندكتيفيتي. تمام، يعني ايه كوندكتيفيتي؟ يعني هي قدره القلب ان هي تكوندكت الاكسايتيشن ويف دي من المنشا لغايه باقي اعضاء او باقي خلايا وانسجه الكاردياك ماسل دي. تمام. فاحنا عندنا النبضه خرجت من الاس اي نود، وصلت لايه؟ وصلت لباقي انسجه الكاردياك ماسل. ازاي؟ دي بقى الخاصيه بتاعت الكوندكتيفيتي اللي هي قدرتها اصلا انها تعمل كده. تمام، فكان بيقول لك بقى ان الكاردياك ماسل بتعمل ايه، بتعمل ان هي بتخرج لي
او بتمشي لي الكاردياك امبلس دول في مسار كده، بدايته بتكون الاس اي نود ونهايته عند الفنتريكل كاردياك مسل. فسريعا كده عدينا عليهم، قلنا انها بتتحرك من الاس اي نود تجري على طول عند الاتريال كاردياك مسل، وبيكون الريت بتاعها صغير شويه نص متر بير سكند. بعدها عشان الهارت نضمن ان الاتريال الاتريومز وصل لها النبضه، هما الاثنين مش هما تو اتريومز يا دكاتره او تو فنتريكلز، فعشان اضمن ان التو اتريومز وصل لهم النبضه في نفس التوقيت عشان ياكتوا از سنجل يونت اور وان يونت، فعملت حاجه اسمها انترنودال باندلز، او يعني في انترنودال باندلز. الانترنودال باندلز دي بتضمني ان الوصله العصبيه او يعني الاس اي نود دي مش وصله عصبيه بقى، الاس اي نود دي توصل لي الامبلس دي من الاتريوم ده للاتريوم ده في نفس التوقيت، هما الاثنين يبقوا ايه واصل لهم الحاجه في نفس التوقيت. اوكي، وعرفنا ان الريت بتاعها بتاع الانترنودال باندلز دي بيكون ايه 1 متر بير سكند. بعدها دخلنا على الاي في نود. الاي في نود بتوصل لها الامبلس بريت قليل جدا، يمكن ده اقلهم، هو 0.05، وهنعرف قدام ليه. بعد الاي في نود يا دكاتره دخلنا على خلال مسارنا كده على الاي في باندل، تمام، والريت بتاعها 1 متر بير سكند. وبعدها على طول دخلنا على البركنجي فايبرز، وكان الريت بتاعها سريع شوية 4 meters per second. آخرا وصلنا بقى عند المحطة الأخيرة، هي الفنتريكل كاردياك ماسل فايبرز، واللي هتاخد الامبلس دي بإيه بريت معدله 0.5 meter per second. طيب بيقولك هو ليه الاي في نود اخدت السلوست ريت اوف كوندكشن؟ ده لسببين. اول سبب ان هي تعمل ديليشن او ديلاينج للستارت اوف فنتريكل كونتراكشن، انا عايزه اخر شويه الفنتريكل كونتراكشن، تمام. ليه؟ عشان برضو انا بسعى لفكره ان انا احافظ على البامبنج افكت اوف ذا هارت، فانا عايزه احافظ ان الهارت ياخد وقته الكافي انه يحصل له ريلاكسيشن، فبالتالي يحصل له ايه فيلينج اوف بلاد. فبالتالي هنا انا عملت ايه، اخرت شويه الريت بتاع الاي في نود ان هي يوصل لها يعني الامبلس، فبالتالي ايه خليت الهارت ياخد وقته الكافي في الريلاكسيشن. تاني سبب ان انا عايزه بروتكت الفنتريكلز دي اجنست الهاي باثولوجيكال اتريال، تمام تمام. السؤال اللي بعده قال لك طب الاي في باندل والباندل برانشز والبركنجي فايبرز ليه اخدوا الهاي ستريت اوف كونتراكشن اوف كوندكشن؟ قال لك تو اكسايت ذا هول فنتريكلز از ا وان يونت، انا عايزه احافظ ان الهارت عامه او يعني الفنتريكل تحديدا ان هو ينقبض از ا وان يونت، فبالتالي انا زودت الريت بتاع الكوندكشن بتاع الاي في نود والباندل برانشز والبركنجي فايبرز عشان اضمن الحته دي بقى. فده هيأدي لي لايه بقى؟ انا لو ضمنت الوان يونت كونتراكشن ده او اكسايتيشن ده هيضمن لي ايه؟ هيضمنني باورفول كونتراكشن. انا لو عملت اكسايتيشن از ا وان يونت للفنتريكل انا ضمنت ان انا عندي باورفول كونتراكشن، تمام.